أحمد زاهر في لقاء مع إي تي بالعربي طلع متنرفز جدا بسبب تعليقات مسيئة بسبب ظهوره مع بناته، وقال أنا هعمل زي شريف منير، أنا هقدم محضر في كل اللي بيبعت تعليقات مسيئة. وكانت السبب الصورة الجميلة ديت إن هو حاضن بنته، تخيلوا، طلع متنرفز وبيقول دي بنتي بنتي، عارفين يعني إيه بنتي؟ كل ده عشان ظهر معاها في حمام السباحة بالصورة ديت، واللي يقول له يا عم خربت الدنيا خربت، والتاني يقول له ايه ده، وواحد يقول ايه القرف ده. طبعا يتيب العربي كتب برضو حاجة مسيئة لمحمد رمضان، تعليق بيتكلم عن ابنه اسود زي ابوه، المصيبة ان محدش من عياله طلع زي امهم ولا لونها. فراح محمد رمضان رد عليه: أنا فخور بلوني ولون أبويا وولادي اللي ربنا خلقه، ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية، والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين. وهنا دي ملك وليلى طبعا فاكرينهم وهم تألقوا وهم صغيرين، وهم كبار برضو ليلى تألقت في الفتوة مع ياسر جلال، ده في رمضان مسلسل الفتوة كان تألقت في الدور ده هوت، ولا كأنها ممثلة مخضرمة. والمغنواتي كتب: ليلى أحمد زاهر أثبتت إن لسه في حد ما دخلش التمثيل بواسطة، شابوه جدا. دي ليلى أحمد زاهر. وأحمد زاهر قال طبعا مامتهم هي السبب في إنهم أتقنوا التمثيل، لأن هي بتدربهم دايما وهي من أحد أكبر أسباب نجاحهم، ربنا يخليهم ليها ويخليها ليهم. أيضا ملك تألقت وبيعتبرها أحمد زاهر أحسن من أختها كمان، على الله محدش يقول أنت بتبصها ليه كده. وهنشوف أسرار تانية عنهم وعن عيالهم. حقيقة أخرى كشف الممثل المصري أحمد زاهر أنه يغار بشدة على بناته الأربعة، وشبه غيرته وعلاقته بهن بالدور الذي قدمه الفنان عادل إمام في فيلم عريس من جهة أمنية. وقال خلال استضافاتي في برنامج ثلاثي ضوضاء الحياة: أنا بالضبط شخصية عادل إمام في عريس من جهة أمنية، ما بستحملش حد يقرب من بناتي خالص، اللي يقرب دمه داعية عليه. وأضاف: أنا مش متخيل اليوم اللي كل واحدة هتتجوز فيه، يعني أنا أقعد أربي بنت 20 سنة وبعدين واحد يجي ياخدها على الجاهز كده ويمشي؟ دي بنتي. وروى موقف تعرض له أثناء تواجده مع ابنته ليلى في إحدى المولات، حيث اقترب منهما رجل خليجي وطلب منه أن يزوجها له مقابل 100 بقرة، فتشاجر أحمد زاهر معه وطلب منه أن يغرب عن وجهه في الحال. هنا مع بنته ليلى عرض عليه 100 بقرة، فاكره هيفرح. أحمد زاهر فنان مصري اسمه بالكامل أحمد سمير زاهر، ولد يوم 27 أبريل عام 1975 لأب لواء طبيب بالقوات المسلحة وأم تعمل بالطب أيضا، والتحق بكلية التجارة إلا أنه تركها في العام الثالث للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد أن سيطر عليه حب الفن والتمثيل. بدأ أحمد زاهر مشواره الفني من خلال مشهد صغير في مسلسل ذئاب الجبل مع المخرج مجدي أبو عمير، وهو لا يزال يدرس بالمرحلة الثانوية. تزوج أحمد زاهر من السيدة هدى فاروق عبد الحليم، وأنجب منها 4 بنات: ملك وليلى اللتان شاركتا في عدد من الأعمال الفنية، والصغرى منى، وفي سبتمبر 2015 رزق بابنته الرابعة نور، عندها 4 سنين تقريبا دلوقتي. ده أحمد زاهر ممثل مصري معروف طبعا، وهنا في فرحه على هدى مراته الحالية، متجوزش غيرها. هنا في بداياته مع ملك وليلى.
صور جميلة وهم صغيرين. كان أول فيلم ليهم عمر وسلمى، وهنا مع بناتها التلاتة، تلاتة زي القمر، بقوا أربعة دلوقتي، ربنا يخليهم ليها. أنا بياخدوا سيلفي بوز البطة دي هنا في كافيه. دي بنته منى، وهنا شيرين مع بنته، بنت زي القمر. من ناحية أخرى، أعلن زاهر الخبر السعيد عبر حسابه الرسمي على انستغرام بنشره لصورة سيلفي مع مولودته الجديدة نور، وكتب معها: الحمد لله والشكر لله، ربنا سبحانه وتعالى رزقني ببنوتة زي القمر اسمها نور. يا رب اجعلها نور تنور حياتنا كلها، آمين يا رب. وحرص أحمد زاهر على أن يوثق رحلة ولادة زوجته في المستشفى، وأن يشارك جمهوره هذه اللحظات الخاصة جدا والتي مرت بسلام. أنا مع بنته الرابعة نور، اتولدت في سبتمبر 2015، وده كان لحظة ولادة زوجته المولودة الرابعة وهما في المستشفى. من ناحية أخرى، كان أحمد زاهر قد عانى من معركة صحية شديدة نتيجة إصابته بفيروس هاجم الغدة الدرقية، مما تسبب له في السمنة المفرطة وارتفاع في درجة الحرارة، الأمر الذي أدى إلى ابتعاده لفترة عن العمل الفني حتى تماسل للشفاء، وتمكن من العودة إلى وزنه الطبيعي بعد أن اتبع نظام غذائي قاسي لإنقاص حوالي 24 كيلو جرام من وزنه. طبعا إنجاز رهيب، 24 كيلو مش شوية. اللي بيعانوا من السمنة يعرفوا صعوبة الأمر ده، هو ده قبل وبعد. وهنا برضو مراته خست كتير، كانت بتدعمه في المرحلة دي، فرق كبير طبعا بين قبل وبعد. هنا بنته ملك معاهم. خضوع أحمد زاهر للرجيم دفع زوجته لدعمه في مشواره للحفاظ على صحته، وأدى بها إلى اتباع خطاه وعمل رجيم مثله. وقد أظهر أحمد زاهر من خلال خسارة الوزن الزائد مدى إصراره وعزمه لتحقيق هدفه، وكذلك مدى حب ودعم زوجته له، والذي دفعها لخسارة الكثير من وزنها أيضا. وهنا برضو هو ومراته قبل وبعد، طبعا فرق كبير. العيلة دي كلها نزلوا وزنهم. ملك وليلى دول كانوا في بدايته. هنشوف بقى ملك، تخيلوا ان هي اللي كانت من سنة اللي هي على الشمال بقت دلوقتي رشيقة جدا وحلوت. العيلة دي كلها على فكرة ليهم قابلية لأن هم يخسوا، عندهم قدرة عجيبة على الخسسان. دي ملك من حوالي سنة فقط، يعني قوة إرادة عجيبة إن هي تقدر تخس وتبقى رشيقة. ده صورتها من حوالي سنة فقط، كانت مليانة طبعا باينة أوي في الصورة، وقدرت إن هي تخس وتبقى رشيقة جدا وهي مع والدها في الصورة دي.
ودي ليلى بنته التانية، هو نفسه كان مليان بس ده كان بسبب مرضي هنشوف، وبقى رشيق هو كمان بعد تعافيه من المرض. دي ليلى بنته التانية، هو عنده 4 بنات ربنا يخليه لهم يخليهم لي. قالت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر أنها صدمت من شخصية والدها فتحي بمسلسل البرنس الذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني، مؤكدة أنها أصبحت تخشاه بشدة بسبب جبروت فتحي والذي وصفته بالمرعب قائلة ده مش بني آدم. وأضافت ليلى زاهر في لقاء لها ببرنامج وان توك أن والدها لم يستطع الفصل بين شخصية فتحي وشخصيته الحقيقية، لافتة إلى أنه يتعامل في البيت معهم منذ فترة طويلة بنفس أسلوبه بالمسلسل، الأمر الذي كاد يصيبهم بالجنون، مضيفة أن بعض الناس لا يستطيعون الفصل بين التمثيل والحقيقة، وأضافت أنهم يتعرضون لمضايقات حقيقية قائلة الناس مبهدلانا في الشارع وفي كل مكان، حتى الصيدلية بجيب علاج الدكتور قال لي أبوكي منه لله أخد ورث رضوان، أنا بقيت بخاف أنزل الشارع بسبب أداء بابا القوي، الناس كلها كرهت فتح البرنس وتابعت بابا ممثل قوي وفنان حقيقي وبتمنى له دايما التقدم والنجاح. موجهة رسالة لعائلة رضوان البرنس قائلة اتقوا الله أبكيتم الشعب المصري جميعا وكفاكم كراهية. أنا في بدايته مع ملك وليلى، وهنا ملك وليلى مع تامر حسني. ناس كتير مهما يعملوا ما بيعرفوش ينزلوا وزنهم، لكن الإصرار بتاع أحمد زاهر وزوجته أدى إلى هذه النتيجة الباهرة. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين.